بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولظهر الدور كلها امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده من اهم المناسبات في الصوم الكبير. النهارده الحد السادس اللي هو حد التناصير. وحد التناصير ده الكنيسه بتحط لنا فيه تذكره بتفكرنا بالعطيه الكبيره جدا اللي ربنا ادهلنا، ودي هتبان من خلال الكلام اللي ربنا هيبعته النهارده لينا كلنا. حد التناصير بيتكلم عن المعجزه الكبيره اللي عملها المسيح، تفتيح عينين مولود اعمى. عشان برضو ندرك المعجزه دي عباره عن ايه. مولود اعمى يعني مش واحد كان بيشوف وبعدين مرض، وعشان مرض ما بقاش يشوف وبعدين المسيح خففه. لا، الموضوع مختلف تماما. مولود اعمى يعني من ساعه لما اتولد مفيش عينين. ده المقصود. واللي عمله المسيح حسب ما قرينا من شويه صغيرين خالص انه اخذ طين واخذ يعني تراب وتف فيه كده فبقى طين، وبالطين اللي خلق بيه الانسان من البدايه خالص حطه على عينين المولود اعمى فخلق له عينين جديده. فالموضوع ده موضوع كبير خالص، ومش زي كل المعجزات اللي عملها المسيح قبل كده. يعني المسيح كان بيعمل معجزات قبل كده عامله ازاي؟ انسان مريض كان بيمشي في يوم من الايام بعدين عجز او بسبب امراض معينه في الجسم وكان المسيح بيشفيها. فبعض الناس وهم بيتاملوا في اللي عمله المسيح قالوا يعني ما هو كان في امل، يعني الجسم مريض يعني مش شغال بنسبه 100% بس في امل. طب بالنسبه للمولود اعمى ما كانش في امل خالص، ما كانش في امل. طب المسيح عمل ايه؟ قال لك فتح له عينيه. فالقديسين بتوع الكنيسه اخذوا الحته دي وقالوا لنا خلي بالك الموضوع مش على موضوع الجسد من بره. فتعالوا بقى نشوف كده الكنيسه عايزه تقول لنا ايه النهارده على المعجزه دي بالذات، لانها اخطر حاجه في حياه المسيحيين، اخطر حاجه في حياه المسيحيين النهارده. حد التناصير ده برضو الناس تتعجب، يعني ايه علاقه اللي حصل مع المولود اعمى ده بربط اليوم ده بالذات بالمعموديات؟ يعني حد التناصير ده كان يوم بيجي فيه مسيحيين اللي عايزين يدخلوا في الايمان كتير وتعمدوا من الكنيسه في اليوم ده. فايه العلاقه بين ده وده؟ تعالوا نشوف مع بعض. في انجيل باكر بيحصل حاجه غريبه جدا. عندنا انجيل طويل جدا، طويل 39 ايه، 39 ايه بحالهم في انجيل باكر. 39 ايه دول بيحكوا عن ايه؟ يقول لك المسيح واقف بيتكلم مع اولاده وبيقول لهم تحرزوا من الفريسيين والكتبه. خلي بالكم منهم. على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، كل ما قالوا لكم أن تحفظوه احفظوه، لكن حسب أعمالهم لا تعملوا. ده إيه ده بقى؟ الكلام ده كده ليه؟ الكلام ده لم يقول لهم لأن هم كل اللي بيعملوه لكي ينظرهم الناس، لكي ينظرهم الناس. ويقول لك يعرضون العصائب بتاعتهم، يلبسوا عمم كبيرة كده، ويعظمون أهداب الثياب، يلبسوا لبس كده باهي، يحبون المتكئ الاول في الولائم، يحبون التحيات في الاسواق. يعني انه مثلا الكتف يعدوا الناس تقول لهم بقى يا سيدنا وكده. فمين ده اللي في دماغهم؟ ده اللي في دماغهم. هو مش عايز اكتر من كده، عايز ان الناس تمجده ترفعه لفوق، عايز الناس تقول له انت معلم انت مش عارف ايه، فتديله المتكئ الاول تديله. فكله حسب ايه في الاخر؟ طلع كله حسب الظهر، أعمال خارجية ومش عميقة من جوه. فيحبوا إنه ياخدوا مجد من الناس حسب الظاهر. طب هل علاقتنا بربنا كده؟ هل علاقتنا بربنا كده؟ هل الكنيسة دلوقتي عايشة كده؟ خالص إطلاقا. أمال أعمال الله عاملة إزاي؟ أعمال الله دي من جوه، من جوه النفس، من جوه النفس، من جوه من الأعماق. واللي بيمدحها مش الناس، اللي بيمدحها ربنا. فقال لهم كده، ده أنتوا باللي أنتوا بتعملوه ده تغلقون ملكوت السماوات. تغلقونه ليه؟ لان حولتوا الحياه مع ربنا لاعمال من بره. اقول لك على حاجه، ممكن واحد يكون موجود في وسطنا، حد مثلا دخل جديد كده، حسب الظاهر يا سلام، يعني صلوات كل القداسات، مكانه الكرسي الاولاني، كل القداسات في الكرسي الاولاني، يجي بدري يعمل كل حاجه. طب تعالى اتفرج على الداخل، طب تعالى اتفرج عليه في بيته، ها تلاقي حاجه ثانيه خالص. امال انت بتعمل كده ليه؟ اصل انا بحب المتكئات الاولى، اصل انا بحب التحيات في الاسواق، ناس تقول لي انت فلان، انت ده، انت الديس ده، انت انت انت. وممكن يوعظ وممكن يتكلم وممكن يعمل كل حاجه، لكن تعالى دور على الداخل. ما المسيح قال لهم
قال لهم انتوا تشبهون ايه؟ قبورا مبيضه من الخارج ومن الداخل مملوءه عظام اموات وكل نجاسه. كان ينبغي اولا ان تهتموا بتطهير ايه؟ داخل الكاس. طب المقدمه الطويله العريضه دي 39 ايه، ليه؟ مقدمه بس عشان يقول لك ان اللي هيعمله ربنا النهارده في الحد ده مش عمل خارجي، عمل جوه النفس، عمل كبير جدا، عمل رهيب جدا جوه النفس من جوه. فجابت الكنيسه ال 39 ايه دول اللي افردهم المسيح للكلام ده كله علشان خاطر تقول لنا ايه؟ اوعى تكون فاكر ان دي معجزه فتح عينين من بره. ما كل الناس فتح عينيها، كل الناس نشكر ربنا معظمنا عينينا مفتوحه. لكن يا ترى السماء بتقول علينا ايه؟ قال لهم المسيح انتوا عميان، قاده عميان. يا الله، يعني انا ممكن يكون عينيا مفتحه والمسيح يحكم عليا ان انا ايه؟ اعمى. ده مش قال لهم عميان، قال لهم ايها القاده العميان الجهال. يبقى الموضوع ده خطير اللي بنتكلم فيه النهارده، موضوع خطير جدا. يا ترى هل السماء ملكوت السماء مقفول قدامي؟ هل انا فعلا اعمى وجاهل؟ لا، تعال نشوف بقى الحكايه دي، لان يظهر كده في رؤيه ثانيه المسيح عايزنا ننتبه اليها. طبعا انا لو تقرا كده، ترجع تقرا انجيل باكر، تلاقي كلمه اعمى وجاهل دي مكرره كتير جدا جدا جدا. المسيح بيعمل كده ليه؟ عشان ننتبه. نقي اولا ايها الفريسي الاعمى داخل الكاس والصفحه لكي يكون خارجهما نقيا. لكي يكون خارجهما نقيا، نشتغل على الداخل من جوه. طب تعالوا نبتدي بقى نشوف ربنا عايز يقول لنا ايه. لما بتبتدي تقرا الكتاب المقدس في القرايات بتاعت النهارده وتبص كده على اللي عمله المسيح، زي ما بقول لك تلاقي في كلام المسيح، كلام المسيح كلام يعني خطير جدا. يقول لك كم من مره اردت ان اجمع اولادك يا اورشليم. اتاري المسيح عايز يعمل معنا ايه؟ عايزنا بس نمشي وراه ونصدق كلامه. الانسان اللي بيدرك الموضوع اللي بحكي لكم عليه ده، تلاقي اللي موجود على لسانه كلام المزمور بتاع القداس النهارده، اسرع واجبني يا الهي لانه قد فنيت روحي. كانه واحد كده بيقول لك ايه؟ طب يا رب ما دام الموضوع ممكن يكون فيه عمى، فانا بصرخ لك من فضلك افتح العينين الداخليه بتاعتي. ما تخلينيش يا رب محصور في الخارج وفي الترتيبات اللي هي بتمدحها الناس. يقول لك كده مشى المسيح وراى انسان اعمى منذ ولادته. فساله التلاميذ، يا معلم هو ده اخطا ولا ابواه عشان يتولد اعمى؟ طب ليه التلاميذ سالوا السؤال ده؟ لو تفتكروا كان من فتره قريبه جدا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على مين؟ على المخلع. فالمسيح في النهايه خالص قال له ايه؟ توب ولا تعود تخطئ ايضا الا يكون لك اشر. فبيسالوا طب ده بقى اللي مولود اعمى، طب ده بقى اللي 38 سنه، طب ده اللي مولود اعمى، ده مولود اعمى، يعني مثلا مش مثلا عاش وبعدين اخطا، ده مولود اعمى. يبقى اللي اخطا مين، هو ولا ابواه؟ قال لهم لا ده ولا ده، العمل ده بالذات لمجد الله، العمل ده بالذات لمجد الله لتظهر اعمال الله. وابتدى يقول لهم كلام غريب جدا جدا جدا. قال لهم ايه بقى؟ قال لهم انا بعمل اعمال ابي اللي ارسلني. ماشي، ركز في الكلام. وراح اخذ طين وحطه على عينين الاعمى. يبقى اذا هو جاي بيعمل عمل ايه؟ خلق. عمل خلق بتاع ربنا. انا بعمل اعمال ابي اللي ارسلني. فاخذ طين وراح حطه على عينين الراجل على طول عشان يقول لنا ان هو مين؟ هو الله. هو الله بيخلق اهو. قال لهم ما دمت في العالم فانا نور العالم. يبقى اللي بيمشي ورايا بيمشي في النور، اللي ما بيمشيش ورايا بيمشي في الضلمه، وده حكم نهائي. في مره من المرات كان بيتكلم يقول لك ايه؟ هذه هي الدينونه، هذه هي الدينونه اللي هتيجي على العالم. اقرا كده انجيل يوحنا 3، هذه هي الدينونه اللي هتيجي العالم، ان النور الحقيقي جه واحب الناس ايه؟ الظلمه اكتر من النور. ودي الدينونه. ليه؟ ملهاش حل. النور الحقيقي نفسه جه واحب الناس الظلمه اكتر من النور. طب يا ربي ده احنا عينينا كلنا مفتوح، ده احنا عينينا كلها بتشوف النور. لا لا لا، واضح ان في حاجه تانية، واضح ان في نور تاني. فتعالوا نشوف النهارده عايز يعمل ايه. قال له كده، راح حط له طينه على عينيه وقال له روح اغتسل. اغتسل في بركه سلم. طبعا كل الاباء قالوا الاغتسال ده المعموديه. المعموديه بتعمل ايه؟ قال لك لما رجع بقى اتى بصيرا. يبقى اذا المعموديه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتخلق. لاحظ لما المعمودية بتعمل ايه؟ بتخلق. تخلق ايه؟ عينين. عينين بتشوف ايه؟ النور. انهي نور؟ ما كلنا بنفتح عينين بنشوف الشمس.
قال لك لا، وتشوف النور الحقيقي. يبقى اذا المعموديه في الكنيسه ليها اعمال كتيره جدا. احنا لو قعدنا نتكلم عن المعموديه دي بنسموها مفتاح الاسرار الكنسيه، مفتاح الحياه المسيحيه. البدايه بتدي للانسان عطايا تفوق الوصف. يعني ايه الانسان يبقى ابن الله؟ يعني ايه الانسان يبقى ابن ربنا؟ دي حاجه كبيره جدا ممكن نتكلم فيها ايام. النهارده بنتكلم في المعموديه على حته واحده بس، ان المعموديه بتخلق عينين مش من بره، من جوه. والعينين دي بتشوف مين؟ بتشوف النور الحقيقي. طبعا لما بكلمك عن النور الحقيقي مش قصدي نور اللمبه دي. النور الحقيقي يعني النور اللي هو فوق كل نور، اللي هو بنقول عنه في قانون الايمان ايه؟ نور من نور. يعني النور اللي بجد الخالق. النور الخالق لما تتخلق لك العينين دي جواك، ونشكر ربنا ان احنا كلنا مخلوق لنا العينين دي في المعموديه، لكن قد يكون عند واحد من العينين دي مطموسه. عارف ايه مطموسه؟ عليها طين. سبتها لحد ما تربت. ما بقتش عينيك مفتوحه على ربنا. ما بقتش فاهم الامور السماويه. لما ربنا خلق في ولاده العينين الداخليه دي خلقها ليه؟ خلقها عشان انت ما تحترش. انت بعد كده ما تحترش. ما تقولش انا مش عارف الموضوع ده تبع ربنا ولا مش تبع ربنا. لو انت سالت السؤال ده اعرف على طول ان عينيك من جوه ايه؟ مطموسه. لان فعلا فعلا ربنا ادى الولاد ان هم بالعينين المفتوحه دي اللي هو خلقها لهم في المعموديه انسلكوا في النور، انسلكوا حسب كلام المسيح. يعني يستغربوا او يحتاروا في يوم من الايام هو الامر ده نمشي فيه كده ولا نمشي فيه كده. اقول لك على حاجه، تجيب لنا الكنيسه حكايه غريبه جدا في اعمال الرسل، غريبه جدا مش مفهومه كده. يعني يقول لك ايه؟ قال بولس في مركب، والمركب جت قربت من حته، وبعدين النوتيه بيقيسوا نزلوا حبال، لقوا ان الارض عماله ايه تقرب، فافتكروا خلاص ان احنا وصلنا الشط، فحبوا يهربوا من المركب اللي فيها المساجين. فبولس قال للراجل ايه؟ لو مشوا من السفينه اللي مش هنوصل لحاجه. فقطعوا الحبال بتاعت المركب اللي كانوا عايزين يهربوا فيها، وبولس قال لهم ما تخافوش تعالوا ناكل، بقالكم فترة أنا بطمنكم. فأكلوا فرحوا ومش عارف إيه. إيه القصة دي؟ أقول لك تعال نقراها تاني بقى بالراحة. يقول لك في الأعمال الرسل في الإصحاح ده إن المركب شافت عاصفة ما اتشافتش قبل كده. المركب دي شايلة إيه؟ شايلة المساجين، منهم بولس الرسول. وربنا كان قال لبولس الرسول أنت هتوصل، هتوصل روما، أنا عايزك تروح تخدم هناك، يعني عايزك تخدم وما تخافش. فبولس صلى من اجل كل اللي موجودين فين؟ في المركب. فربنا قال له ايه؟ بعت له ملاك قال له يا بولس كل اللي معاك هينجو. كل اللي معاك هينجو. طب اللي حسب الظاهر ايه؟ اللي حسب الظاهر عاصفه وموت. بيقول لك لدرجه ان احنا ما شفناش الشمس والقمر ايام. يعني ايه ما شفناش الشمس والقمر ايام؟ يعني الحاجات اللي العينين الخارجيه دي معتمد عليها عشان تعرف الطريق مالها؟ مش باينه خالص. مش باينه خالص. طب يا ترى في نجاة في الضلمة دي في الظروف الصعبة دي؟ قال لك بولس الرسول بالعينين المفتوحة بقى، العينين المفتوحة بتاعته هو شاف ايه؟ شاف ان في نجاة. وقال لهم كده، قال لهم ما تخافوش احنا هننجو. لكن النوتية رجعوا استخدموا العينين الخارجية تاني وقعدوا يدوروا بإيه؟ بالمقياس. فافتكروا ان اللي هم فيه دلوقتي ده هو النجاة. وقال لك ننجي نفسنا ونسيبنا من بقية الناس. فقال لهم بولس قال للقائد بتاع العساكر اللي معاه قال له لو دول نزلوا المركبه احنا مش هننجو. فراح قطع لهم الحبال عشان يفضلوا معاهم في المركب. طب وبعد شويه اللي حصل؟ قال له شويه بعد شويه ابصروا خليج. شافوا خليج. فراحوا بالمركب ناحيه الخليج ده، وهم رايحين ناحيه الخليج راحت المركب شحطه فوق الرمله. فبقت شحطه فوق الرمله من ناحيه، والناحيه الثانيه العاصفه عماله تهز فيها، فاترعبوا. ليه؟ المركب هتتفشفش هتتكسر. فرموا نفسهم خلاص بقى احنا ما ايه؟ ارمي يا عم نفسك، اللي يقدر يعوم يعوم، واللي ياخد له خشبه، واللي ياخد له مش عارف حاجه كده من المركب، وكلهم متعلقوا فيها. فبولس قال لهم ما تخافوش كلنا هننجو. ازاي انت شايف دي واحنا مش شايفينها؟ قال لهم كلكم هتنجو، وبالفعل كلهم هتنجو، لان قال لهم ايه؟ كلنا هننجو لكن لازم ننزل على جزيره، قال لهم كده، قال لهم كل الكلام ده قبل ما ايه؟ يحصل اي حاجه. منين ده؟ قال لك بالعين الداخليه. بالعين الداخلية. فالإنسان المسيحي تبقى الظروف حواليه وحوالين الناس كلها شايفين الأمور لا يمكن يكون فيها نجاة، أما هو في العين الداخلية بتاعته مفتوحة على السماء. أما هو بيعرف يميز كويس قوي إيه الحاجات اللي تمشي وإيه الحاجات اللي ما تمشيش، إيه الحاجات اللي تبع ربنا والحاجات اللي مش تبع ربنا. فأرجوك انتبه جدا، دي أغلى حاجة ربنا ادهالنا، إن عينيها تبقى مفتوحة ونشوف الطريق. أمور تتعرض عليك، أمور تتعرض عليك، الناس كلها تقول لك امشي كده. إمبارح كنا بنتكلم في رسالة بولس الرسول لأهل كرونسوس. الناس كلها تقول لك ايه؟ عايز تاخد حقك امشي بالكذب.
ما انت هتاخد حقك في الاخر، بس امشي بالكده. طب دي العنين اللي عامله ايه؟ دي العنين اللي مالها اللي من بره. انت عايز توصل لحقك وخلاص، بس امشي بالكده. ازاي يعني؟ ازاي يعني امشي بالكده؟ لا، انا عينيا الداخليه تقول لي ده كده. يعني انا عشان اخد شويه حق مادي اروح اخد دينونه ابديه؟ ايه ده؟ دي مش طريقتنا خالص، ومش طريقه المسيحيين اللي عينيهم مفتوحه. المسيحيين بقى يخافوا جدا على عينيهم الداخليه دي. اي عمل في النص ممكن يبقى فيه شائبه قد كده تضلم العينيه الداخليه دي، ليهم بيهربوا منها، بيفروا منها كده. احكي لكم على حكايه غريبه جدا حكاها كاهن جميل اسمه ابونا لوقا سيدروس. قال لك في يوم من الايام رحت القاهره، تمام، ودخلت عند قداسه البابا. فدخل عند قداسه البابا بيكلمه في موضوع ما او بيديله حمل بعد القداس. فالمهم يعني انا خارج من المكتب اللي قاعد فيه قداسه البابا، بابا كرولوس السادس، خارج من المكتب، وفي ست عجوزه صعيديه كده لابسه طرحه وشال ولفه نفسها كده وداخله ايه تتكلم مع البابا. فوانا خارج راح عمل ايه؟ راح رد الباب، قفل الباب. هو خارج، ست كبيره في السن داخله تتكلم مع البابا، راح قفل الباب عشان تتكلم براحتها. يقول له رحت سامع صوت البابا بصوت عالي جدا بيزعق لي، بيقول لي افتح الباب. فرجع مخضوض وراح فاتح الباب ومشى. وبعدين قعد يسال نفسه هو زعق فيا بالزهقه دي ليه؟ قال لي افتح الباب ليه؟ ده البابا ودي ست عجوزه كبيره في السن. فلما قعد يفكر كده قال لك فهم، ياه قد كده الناس القديسين دول يخافوا من الشر او شبه الشر؟ يخافوا من الشر او شبه الشر ليه؟ عشان العينين الداخليه لا تطمس باي وسيله كانت. فلما واحد بقى يقبل النهارده مثلا انه يكذب والكذب بقى منتشر وحاجه بقت وحشه خالص، او يقبل انه يشتم يبقى على لسانه وكلام. تعالى اقرا النهارده رساله بولس الرسول، يقول لك يا اولاد ربنا يلي عينيكم مفتوحه، ازاي يكون فيكم شتامين وسكرين؟ وازاي يكون فيكم ناس يعني ظالمين وطمعين؟ حاجه مخجله ومش مخجله، مخيفه لانها بتضلم العينين. فيقول لك كده ايه؟ أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة أوثان، أمور من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. أنتم قبلا سلكتم كده حين كنتم تعيشون فيها. طب وبعدين؟ دلوقتي أنتوا عينيكم مالها؟ مفتوحة. ما ينفعش نسلك كده تاني. ما ينفعش يجي واحد النهاردة يقول إيه؟ أنا بشتم عشان أنا وسط أصحابي بنهزر بالشتيم. إيه ده؟ لا، انا عينيا مفتوحه، انا عارف ان الشتيمه دي تبان بقى انها بقت يعني وسط الناس بقت حاجه عاديه، لكن انا بالنسبه لك يا ابن ربنا دي بتضلم القلب. لا شتمون يدخلون ملكوت السماوات. يقول لك ايه؟ فاطرحوا عنكم الغضب. ايه الغضب ده؟ احنا الغضب ده احنا يعني في الغضب بقى والزعيق والكلام ده ما تحكيش يا ابونا. ايوه ماشي، بس ده خطر على العينين الداخليه اللي موجوده جوه الواحد. الغضب والسخط والخبث، خبث في الكلام، تجديف، الكلام القبيح اللي بقى منتشر. ازاي نقبل؟ اولادنا موجودين في مدارس والولاد فيها وحشين خالص وبيتكلموا كلام صعب جدا جدا جدا، بس انا نور العالم وانا مش ضعيف على فكره. انا بقول لك قواد بقى ونوتيه وكل ده كان شايف ان الامور تمشي كده. طب وبولس قال لك الامور يا جماعه هتمشي كده لان عينيه كانت مفتوحه. لا تكذبوا بعضكم على بعضا لأنكم خلعتم الإنسان العتيق مع أعمال ولبستم الجديد الذي يتجدد كل يوم. الإنسان المسيحي بقى اللي عينيه مفتوحة يحصل معه إيه؟ قال لك كل يوم يتجدد في معرفة خالقه، يتجدد في معرفته لله، يتجدد كل ما يفتح عينيه على كلمة ربنا ويقبل ويبتدي يقول لا أنا مش همشي في السكة دي، أنا همشي في الطريق ده، أنا همشي بالنور اللي جوايا. يحصل إيه؟ تتجدد في صورة المسيح، يبتدي يبقى صورة المسيح ظاهرة فيه قوي. تقول لي انا ما اعرفش حاجه عن ربنا، ما تخافش، انت فيك جواك الامكانيه الخطيره اللي العينين المفتوحه، انت خدتها في المعموديه وانت صغير. طب انا مش فاهم حاجه في المعموديه، انا ما اعرفش المعموديه حصلت امتى، انا اصلا مش فاكر التاريخ ولا اليوم ولا الظروف، انا كنت طفل صغير. طب انا اسالك سؤال برضو ساله حد من الاباء الحلوين قوي، قال لك وانت لما اتولدت جسديا كده كنت فاكر اليوم ولا كان ليك اي تدخل في اليوم ولا بتاع؟ بس كبرت، فلما كبرت بقيت تتصرف كانك بتقول لا انا ما اعرفش انتوا ولدتوني ليه فانا هتصرف بمزاجي، ولا بتتصرف كانك واحد كبير؟
هيسأل نفسك السؤال ده، أنا دلوقتي بتصرف كإيه؟ كإنسان كبير. ليه؟ لأن طول مدة الحياة علمتني بزيها بالظبط الولادة الروحية اللي ربنا اداها لنا. بقالنا كم سنة متعمدين؟ 10 20 30 60 80. طب حسب التصرف بتصرف كإيه؟ كطفل روحي ولا بتصرف كإنسان ناضج روحيا؟ يا الله، ده الواحد لو قاس نفسه تلاقي نفسه بيغلط نفس الغلطات بتاعت العيال الصغيرين. يبقى إذن في خطورة هنا إن أنا ما بنموش. عرفتوا ليه النهاردة الحد بالذات ده، الحد ده بالذات حد خطير جدا للمراجعة؟ يا ترى أسأل نفسي وأنا حسب الإنسان الداخلي اللي ربنا ادهوني في المعمودية دي، حسب العينين المفتوحة، بتصرف كإيه دلوقتي؟ قال لك لما كنت طفل، كطفل كنت أتصرف، وكطفل كنت أفهم، وكطفل كنت أفتكر، لكن دلوقتي لما كبرت جسديا أبطلت ما للطفل، أبطلت ما للطفل، بقيت بتكلم بحكمة. طب زي بالظبط روحيا، أسأل نفسي وأنا مستواي الروحي إيه؟ لسه محتاجين إن الواحد يشرح لك يعني إيه أصلا معمودية، ويعني إيه أصلا ما تتكلمش في الكذب، ويعني إيه، ولا بتتكلم في الكلام بتاع الكاملين؟ الكلام بتاع الكاملين اللي هو إيه؟ المحبة بأعمقها. طب هي عمق المحبة ده إيه؟ لا ما تتكلم، المحبة ملهاش عمق على فكرة، ما تعرفش توصل تجيب آخرها، لأن المحبة هي المسيح، الله محبة، الله محبة. يعني أنت بتتكلمي النهاردة زي أحب أخويا وأحب أختي وأحب جاري وأحب اللي بشتغل معاه وأحب اللي بيدوس لي على طرف وأحب اللي بيهني وأحب اللي بيلعني. في فرق بين الإهانة واللعن. أحب اللي بيهني وأحب اللي بيلعني وأحب اللي بيسيء إلي وأحب اللي بيقتلني. إيه ده؟ وأحب عدوي وأحب العالم كله وأهتم باللي حتى ما حدش بيسأل عنهم في العالم. واحد يقوم يصلي كده يقول يا رب أذكر الأماكن اللي لسه اسمك ما تمجدش فيها، أذكر يا رب الناس البعاد وصل لهم كلمتك. ده واحد مهتم بمين؟ بالناس ما يعرفهمش، لا يعرف اسمهم ولا يعرف عنهم حاجة ولا هم أصلا داريانين بيه. فين أعماق المحبة دي؟ ده كلام الكاملين. طب فين أعماق الصلاة؟ هات لي أعماق الصلاة، ما تعرفش توصل، ما تعرفش تجيب قرارها. طب فين أنا من الصلاة؟ لا أنا لسه ما بقفش أصلي أصلا، لسه ما بعرفش أفك الخط في الصلاة، لسه بمسك الكلام وكأن العقل متحجر وكأن اللسان متحجر، مش عارف أقول كلمتين لربنا. إيه ده إزاي؟ فاهمني؟ إزاي؟ فإذا النهاردة يوم للانتباه. إزاي أنا النهاردة في الأمور دي طفل؟ ده أنا بقالي 40 50 سنة باجي الكنيسة بحضر قداسات كل يوم بسمع كلمة ربنا، لكن حسب الحياة الروحية طفل. فيقول لك اوعى تكون مش طفل بس، رجعت بقيت أعمى. اوعى تكون كده. يعني قال بولس الرسول إيه؟ خلي بالك لأن كل الكلام ده يطمس عينيك ترجع أعمى تاني، مش هتشوف ملكوت السماوات. هتقول لي لا أنا خلاص بقيت ابن ربنا. أيوه بقى خلي بالك، في رسالة من رسائل بولس الرسول وبتتقال في اللقان، فمن صلي اللقان ركز فيها. بيقول لهم إيه؟ يقول لهم اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا ان شعب اسرائيل وهو طالع من ارض مصر ربنا عمل اعمال عجيبه جدا، عداهم البحر الاحمر، اكلهم اكل من السماء اللي هو المن، شربهم ميه، بس الميه دي مش عاديه، دي كانت صخره تتبعهم، قال لهم دي الصخره دي المسيح، انتوا شربتوا من المسيح، اخذتوا كل العطايا كل النعم دي كل الحاجات العجيبه اللي ربنا عملها معاكم، لكن باكثرهم لم يسر الله، لكن باكثرهم لم يسر الله، ومات منهم من القفر قد ايه؟ كلهم ما عدا كام؟ 2. قال لهم اوعوا. الكلام ده يطبق علينا احنا كمان، لان هذه الامور كتبت لنا مثالا. كتبت لنا ايه؟ مثالا. ودور على كلمه مثال في الاصحاح ده تلاقيها مرتين ثلاثه، بيقول لك خلي بالك لا يكون ربنا ادالك العين الكبيره دي. عارف مفيش حد مننا هيقدر يقف قدام ربنا يقول له يا رب انت ما اديتنيش، لان اديتك واديتك اغلى حاجه، اديتك عين مفتوحه. تبقى انت واقف وسط ناس بتتكلم في موضوع وانت عينيك المفتوحه عارفه السكه بتاعه ربنا. طب ايه اللي حصل لما خلق له العينين المولود اعمى ده؟ اهله نفسهم قعدوا يبصوا عليه وقالوا له هو ده ابنكم؟ وحسب الظاهر ابننا، لكن حسب اللي بيحصل دلوقتي ده شو؟ عارف لما الواحد عينيه تتفتح اللي حواليه يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يقولوا ايه الحاله اللي اتبدل ده؟ فالإنسان اللي بيمشي مع ربنا مش مثلا بياخد حتة ويسيب تانية، أو مثلا بيتغير في ناحية واحدة بس، لا، الإنسان اللي فعلا يعني بتتفتح يبقى من جوه أنا عايز أعيش عيشة جديدة مع ربنا، أنا عايز أبتدي بداية جديدة مع ربنا.
يعني مثلا يقول لك ايه، طب خلاص نتساهل مع الخطايا الوحشات والنجاسات ونمسك في السهله الشتيم. ايه ده؟ لا طب لما انسان بيحب يمشي مع ربنا بيبقى خايف ان عينيه تضلم، بيمشي في كل الاتجاهات في وقت واحد. طب ده صعب قوي. لا مش صعب خالص، ده في نعمه ربنا. انت فاكر ايه؟ اذا كان ربنا خلق لك عين مش هيغير فيك؟ من ضمن الحاجات الخطيره جدا اللي بناخدها واحنا صغيرين مش فاهمين ان احنا بنصير مسكن لله، السر الثاني، وروح الله ساكن فينا. وروح الله ده بيتقال عنه كده في الصلوات المعموديه في الانجيل انه طبيب طبيعتنا. يعني ايه طبيب طبيعتنا؟ الدكتور اللي بيعرف يصلح. فهو موجود فينا عشان يعمل ايه؟ عشان يصلح، ياخد من المسيح ويعطينا، ياخد من المسيح ياخد لسان المسيح الحلو يديهولك، ياخد عينين المسيح الحلو. لكن احنا ما بنطلبش الموضوع ده، مش على بالنا، مش عايزينه. انا بس يعني انت ما تتعبنيش، انا عايز كده ابقى مبسوط وابقى فرحان وباكل وبشرب وبتفرج وبعمل وبسوي وبس. بالنسبه لربنا اي حاجه ثانيه بالنسبه مش عايز اعملها. يا تقول لي صلي، لا مش عايز. تقول لي مش عارف اقرا الانجيل، لا مش عايز. ومش ربنا اداني ولادك دي؟ تمام يا اخي، حرام عليك. يبقى معاك الكنز الكبير ده وتدفنه؟ تدفنه. طب ما في اليوم الاخير هتاخد دينور. فاكرين الوزنات؟ فاكرين الوزنات اللي قطعهم 10 املاء، واحد اخذ الوزنه بتاعته عمل فيها ايه؟ دفنها. طب في اليوم الاخير رجعها له زي ما هي سليمه، قال له ايه؟ ايها العبد ايه الشرير، وقال له عليك اسلام. ما عملتش حاجه بيها ليه؟ ما اشتغلتش بيها ليه؟ فخلي بالك الموضوع مش الموضوع بيمس حياتنا الابديه، وموضوع خطير جدا جدا جدا. فلما يخلق الله للانسان عينين داخليه، او لما الانسان فجاه ينتبه ان هو عنده عين داخليه ويبتدي بقى يمسك فيها، يتبدل حاله. انتوا لو تشوفوا كميه الاسئله والاستفسارات اللي قعدوا يسالوا الراجل، هو انت ولا مش انت؟ انت متاكد؟ طب انت عينيك اتفتحت ازاي؟ الراجل قعد يضرب كف على كف، قال لهم انا مستعجب لكم بصراحه من الاسئله اللي بتسالوها. لم يسمع من قبل انه قد فتح حد عينين مولود اعمى. بيسالوه طب هو منين؟ قال لهم هو منين؟ ده بيحتاج سؤال. يقول لك لم يسمع احد من قبل انه فتح عينين مولود. طبعا من الله، طبعا ده نبي، طبعا من غير كلام، طبعا ده من عند ربنا. طبعا هو على قده قال ايه؟ ده نبي، حد من طرف ربنا يعني. طب وبعدين يحصل ايه؟ يحصل ان المسيح نفسه يقابله ويقول لهم طردوك؟ طردوك حبيبي عشان عينيك مفتوحه؟ خلي بالك من الحته دي، طردوك عشان عينيك مفتوحه؟ صحابك متضايقين منك عشان انت عشان انت بالنور اللي فيك بتكشف ان هم ظلمه؟ يعني صحابك متضايقين منك عشان بتشتمش زيهم او زمايلك في الشغل او مش عارف ايه، بتشتركش معاهم في اعمال الظلمه غير المثمره او بتوبخها؟ طردوك حبيبي؟ راح المسيح جاب وقعد معاه قال له تعالى انا عايزك، وراح مكمل له بقى فتح العينين. قال له اتؤمن بابن الله؟ قال له مين هو يا سيد؟ قال له انا هو. اقرا. في ناس تقول لك ايه؟ المسيح ما قالش ولا مره ان هو ايه؟ ربنا. ازاي يعني؟ بص اقرا اللي معقول هنا. قال له اتؤمن يا ابني بابن الله؟ قال له من هو يا سيدي لاؤمن به؟ قال له انا الذي اكلمك هو. راح سجد له. يبقى المسيح قال ان هو الله ولا لا؟ ده المسيح في اول معجزه خلص قال ايه؟ انا جاي اعمل ايه؟ جاي اعمل اعمال ابي اللي هي ايه؟ الخالق. مين اللي بيخلق؟ هو الله. راح مسك طين وحطه في عينيه على طول كده. فيقول لك ان الانسان اللي يسمع كلمه ربنا دي يظهر له المسيح ذاته. يظهر له المسيح ذاته. ما نفسكش في دي؟ مش عمال تقول نفسي اشوف ربنا؟ هي ما بتشافش غير كده. هو ما بيشافش غير بالطريقه دي. تمسك في كلمته قوي حتى لو طردت. طب ويعمل ايه؟ يجي لك المسيح بنفسه يظهر لك ذاته. يظهر لك ذاته. فمن مره لمره 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 الايمان يزيد ورؤيتك لربنا تزيد. وتبقى العينين بتاعتك مفتوحه، وتبقى تعرف تميز قوي الامور المتخالفه، يعني امور بالنسبه للناس ما يعرفوا هو الصح فين؟ انت ما عندكش الحته دي، انت عارف الصح، الصح اهو. ليه؟ لانك مرشد من الداخل بعينين مفتوحه، عارف ربنا عايز ايه؟ انت عارف ربنا عايز ايه؟ من غير ما حد يرشدك، من غير ما حد يعلمك. متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الاباء فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. دي المسيحيه بتاعتنا. دي المسيحيه بتاعت عشان كده المعموديه سر خطير 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 خطير. طبعا الناس المعلمين دول وقفوا قدامه قالوا له ايه؟ اعلنا نحن ايضا عميان. فرد يسوع قال لهم ايه؟ لو كنتم عميان وساكتين يعني ما كانت لكم خطيه. لكن الان تقولون اننا نبصر فخطيتكم
بقية. تصرفاتك عاملة ازاي؟ زي العميان وبتقول ان انت ابن ربنا؟ خسارة خسارة. قال لهم مالكوش دعوة بأعمال الفريسيين، أعمالهم تبين ان هم لسه عميان. اوعى تكون انت لسه النهاردة بتتصرف كأنك لسه أعمى، عينيك مطموسة. لكن إن كانت حياتك محطوطة على كلام المسيح اللي هو بينور العينين، أعرف كده أنت ماشي في السكة. ربنا يعطينا إن عينينا تبقى مفتوحة. اليوم ده كان اليوم اللي الموعوظين فيه في الكنيسة، الناس اللي بيتعلموا عن ربنا بتتفتح لهم عينيهم النهاردة، بياخدوا الخلقة بتاعت العين الجديدة دي النهاردة. ففرصة الواحد وهو قاعد في الكنيسة يعمل إيه؟ يقول له يا رب طب إديني إن أنا أجدد عهود المعمودية بتاعتي، أجدد عهود أبتدي تاني، وافتح لي عينيا يا رب، وخلي الصلاه بتاعتك زي المزمور بتاع القداس النهارده، افتح يا رب عينيا، ارجوك يا رب افتح عينيا، ما تسيبنيش يا رب عبد لافكار العالم وطرق العالم وظلمه العالم، ما تسيبنيش يا رب كده عينيا مظلمه، ارجوك يا رب اطلب، لان اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين.